عليكم الخوت، معكم غياث منير من مدينة قوناي طيرة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد خارج على خدمة، وهذه المهم ماشي خارج على الخدمة، وانما مشينا صورنا واحد مولين السلعة ان شاء الله في كازا، ومشينا لحي الفرح وهذه، ومشينا للمحل ديال اسومي، وان شاء الله وجبنا منه هاد السلعة هادي وشاركنا معكم هاد الفيديو هذا. وكنتمنى الله يعجبكم هاد الفيديو، ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني باش تدعمونا ونبقاو ديما حاضرين معاكم. المهم تبارك الله عليكم الخوت، هادشي اللي تنقول لكم كما العاده، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، راه اي واحد بارطاجا وعرف واحد اخر حتى هو في الطريق ديالو حتى هو كيجعل ربي ليه خير، وهادشي كامل كنديروه في سبيل الله ونتعاونوا بعضياتنا على الخير، وهذا هو اللي كان. وتبارك الله عليكم الخوت، وهو هادشي اللي كان. المهم هانتوما الخوت كما كتشاهدوا معنا دابا ان شاء الله حنا في محطة ديال مدينة قنيطرة، وهنا ان شاء الله غادي نقطعوا ان شاء الله في التران باش نمشيو لمدينة كازا. هاهي وئام، شوفي وئام، شوفي وئام، شوفي هاهي وئام. فين غنمشيو دابا يا؟ ان شاء الله. يلا دير ليهم باي باي، دير ليهم باي باي. الصديق اشرف تا هو غادي معنا، وان شاء الله غنمشيو عند مولين السلعة ونمشيو عند نشوفو الاجواء كي دايرة. المهم الخوت هانتوما كيما كتشاهدو معانا دابا ان شاء الله حنا كنتسناو التران باش يجي. دابا لقيت ان شاء الله 11 ونص عاد غادي يجي التران ان شاء الله. هاهي البنية وئام، مكنشتوها كتفوا باقي فيها النعاس، فيقناها بكري اليوم. والصديق ديالنا اشرف تا هو غادي يدوز معانا النهار ان شاء الله. المهم غادي نشوفو العائلة وغادي نعيشو واحد الاجواء، وداكشي المهم اللي اللحظات اللي غادي نعيشوهم وغادي نشاركوهم معاكم ان شاء الله، ونمشيو عند مولين السلعه ونشوفوا الامور تما كي دايره. وكنتمناو من الله يدوز نهار زوين ويدوز اجواء زوينه وتخرج الامور كلها بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم. المهم الاخوان احنا لحقنا الكازا ان شاء الله، ودابا ان شاء الله كنشدو الطاكسي ان شاء الله اللي يدينا لحي الفرح. دابا حنايا نزلنا هنا في كازا بور، دابا ان شاء الله غادي نشدو تاكسي ويدينا ان شاء الله لحي الفرح. المهم السلام عليكم الخوت. المهم حنا دابا ان شاء الله في حي الفرح في الشارع ديال بوشعيب بوكالي. المهم دابا ان شاء الله غادي عند المحل ديال اسومي، وغادي نمشيو وندخلو تما ونشوفو الاجواء عندهم كي دايره ويكون على الخير. المهم هذا هو الشارع ديال حي الفرح، الشارع سميتو بوشعيب بوكالي حدا القنطرة، راه هي القنطرة. المهم هانتوما الخوت، بالنسبة هذا هو المحل ديال اسومي. وما هانتوما كيما كتشوفو عندو كيسان ديال السوبليماسيو، راه الشيشوارة في الفوق. ومن داخل المحل حيت عامر بزاف الصراحة الخوت، ما قديتش ندخل ونصور ليكم وداكشي. المهم راه هذا هو المحل ديالو، راه الشارع كيما قلت ليكم الشارع ديال حي الفرح. السلام عليكم الخوت. المهم كيما كتشاهدو معانا، المهم البارح كنا في كازا وهادي ومكملناش الفيديو على حساب كنت صورت هذيك اللعيبه قدام المحل وهادي، وكنا باغي نصورو بزاف زعما كاينات حكا بلايص اخرين، ساعة ما كتابش ما ساعدش الوقت، دزت عند الخوت وعند العائلة وهادي. وان شاء الله غنشارك معاكم هاد السلعة هادي اللي جبناها هادي هيايا. المهم هادشي اللي قسم الله حنا جبناه، ونوريكم منين تلبون على اساس باش تعرفوا كاملين السلعة والثمن ديالها وتعرفوا شحال تدير. كما كنت ليكم في المحل، عدت ليكم فين؟ راه في حي الفرح. ها البون ديال السلعة، هو هذا بالنسبة للبون ديال السلعة. نقرب لكم كاميرا وتشوفوه مزيان، نتوما راه التاريخ وكلشي ديال البارح. المهم ان شاء الله دابا غادي نوريكم كل حاجة اللي جبتها، وجبت بهاد المناسبة هادي ان شاء الله جبت هاد البابي هذا ديال الترونسفير باش ندير لكم عليه شي فيديو ان شاء الله باش تعرفوا تطبعوا الترونسفير. حيت ديجا انا عندي هاد الكولا هادي اللي هي غبرة بودر، انا نوريها لكم قربها الكاميرا.
الغبره هذه هي ديال الترونسفير. المهم ان شاء الله غندير لكم عليها واحد الفيديو. كان خاصني هذا البارتي هذا، ديما كنبغي ندير لكم هذا الفيديو، على وديت هذا البارتي ما عنديش، هذاك الشيء علاش حتى هو راه كيشبع عندهم على المهندس السيريغرافي. المهم غير المحل وليتكم وليتو لكم، راه تقدروا تلقاو فيه اي حاجه، لا بالنسبه للسلعه ديال السيريغرافي ولا بالسلعه ديال السوبليماسيون. المهم دابا نبداو بسم الله. اول حاجه عندنا هنا مقيده هاد القومه هادي، تخديت هاد القومه هادي خديت من 6 مترو، هاد الماركه هادي اللي مزيانه احسن ماركه كدير 300 درهم للمترو، خديت هاد من 6 مترو هذا هو كاتبين عليه هنا 150 درهم. عندنا عاوتاني عندنا هذا هو كونفلاج، هاو مكتوبه فيه كونفلاج هنايا، كونفلاج دونك كونفلاج كيدير كونفلاج كيدير 150 درهم للكيلو الثمن ديالو. لا دي ربي هذا غودروني، غودروني ماشي كونفلاج، المهم هي مكتوبه غودروني، صحابو كونفلاج غودروني، غودروني كيدير كيدير 150 درهم كيما قلتليكم. هذا هو الكونفلاج، هو هذا هو الكونفلاج كيدير 140 درهم للكيلو. بالنسبه لهذه بلاستيزور كحله ها هي هنا 45 درهم للكيلو، وعندنا هنا البيض 2 كيلو ب 90 درهم، وعندنا هنا بار ديال الجيلاتين ب 25 كدير 140 درهم للكيلو، وعندنا هنايا كيلو ديال الزرق كيدير 55 درهم للكيلو، الصفر تا هو 55 درهم للكيلو، هادو كاملين بلاستيزور، وعندنا الحمر تا هو 55 درهم للكيلو. دونك اش قعدنا هنايا، عندنا الكولا، كولا هادي ديال الطابله، كولا ديال الطابله ديال السيريغرافي كدير 70 درهم للكيلو، والشد الباط هذا ديال البي في سي باش ندير لكم عليه شي فيديو تا هو ان شاء الله، باش نصايب لكم شي فيديو ديال البي في سي. الشد الباط هذا فين 6 كيلو، حيت انا ديجا ما كنخدمش بها، عندي لاسوا ديال عندي لاسوا باش نخدمها، غير الصباغه اللي ما كانتش عندي راه جبتها. المهم هاد نص كيلو هذا ديال البي في سي راه دايره 45 درهم للكيلو، نص كيلو ب 45 درهم، غير نص كيلو 45 درهم، حيت انايا ديجا هي خصكم تاخذوا معاها الروطار ديالها. المهم كيكون عندك الروطار بالنسبه ديال الروطار ديال السيليكون، حيت هذا روطار، هذا هو روطار مكتوبه، هي مكتوبه هنا روطار ديال السيليكون، ديال السيليكون راه خدام حتى البي في سي. المهم هذا هو اللي غنخلط به ان شاء الله البي في سي. هذا الطرف هذا اللي جبت هنا، جبت مترو ديال هذا الكاغط هذا، دونك مترو هذا راه رخيص، هذا راه كيدير مترو 8 دراهم، 8 دراهم المترو، هو فيه العرض، فيه العرض مزيان، تكون فيه 80 سنتيم ديال العرض ان شاء الله. المهم كنتمنى من الله خوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا، كنت باغي نشارك معكم بزاف ضربوا دوره وتركيله الساعه وكل الله يجعل البركه، وهذه المهم اهم حاجه من هذا الشيء هذا، ووريتكم المحل وكنت باغي نصوره من الداخل، لقيت الدنيا عامره وهذه هما معاهم الخدامه بزاف صراحه، الله ما زعمتش باش نصوروا لهم من الداخل. المهم وريتكم عندك البارتيات من برا والسلعه اللي غتشوفوها عندهم من الداخل، ها هي راه جبتها معايا هنايا، تيبقى غير هاد الدوب هذا هو اللي ما جبتوش، هاد الدوب هذا ديال بلاستيزون ما جبتوش اللي كنقول لكم الزيت. المهم هذا راه هو تقريبا راه تيدير غير شي 50 درهم ولا مع 60 درهم لليترو، راه غير ما بقيتش عاقل عليه، ولا مع 45 درهم هكا لليترو، ما كانش كامل كاع 50 درهم، رخيص ماشي شي حاجه. المهم ان شاء الله كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله غادي نحاول ندير لكم ثاني شي فيديو نخلط الصبايا وهادي. المهم ان شاء الله بشويه بشويه ما يكون غير الخير، ونحاولوا نديروا شي فيديو ان شاء الله ديال الترانسفير، ونديروا شي فيديو على الصباغه بي في سي. المهم ما تنساوش الخوت، وهادشي كامل تنديروه في سبيل الله ماشي في شي حاجه، باش نوصل لكم نتوما المعلومه، وتبارك الله عليكم والله يوفق كل واحد، ومعكم غياث منير من مدينه بونيطيره، واديوس الخوت.